Hello, my dear students. How are you? Today, inshallah, يا طلاب صف تاني الحلوين, we are going to learn a new grammar. اليوم رح نتعلم إن شاء الله قاعدة جديدة اللي هي من القواعد اللي موجودة معانا بالوحدة الثالثة يلي كان عنوانها يا حلوين a day at the park. إذا اليوم رح نتعلم قاعدة جديدة وحلوة يا تاني اللي هي قاعدة الكان موجودة عنا Grammar Page 24 Student Book, القاعدة صفحة 24 الكتاب الملون. Please open your student book at page 24. افتح لي كتابك يا تاني على صفحة 24. خليني أركز معاي. Listen carefully على الإشي اللي أنا بدي أحكيه يا تاني, وشوف أنا كيف بدي أشرح لك القاعدة. عندنا قاعدة يا حلوين اللي هي بتحكي لنا عن الكان. كان, يلا كلنا مع بعض, repeat with me. كان, كان معناها يستطيع أو يقدر. كيف يعني يا مس يستطيع أو يقدر؟ يعني يا مس إنه نقوم باستخدامها عند مقدرة الشخص على فعل شيء. يعني أنت يا مس لما تكون قادر تعمل هذا الإشي أنت بتستخدم معاك بالجملة كان. مثلا آجي أحكي إنه أنت بتقدر إنك تمسح اللوح, تيجي بتجاوبني يس يا مس ولا I can clean the board. أنا بقدر إني أمسح اللوح. مثلا أجي أسألكم كمان سؤال, أنتوا مثلا بتقدروا يا تاني إنكم تلعبوا فوتبول؟ تيجوا بتحكوا لي yes we can play football, إنه إحنا بنقدر نلعب فوتبول. إذا عندنا كلمة كان معناها يستطيع أو يقدر يا تاني, نقوم باستخدامها عند مقدرة الشخص على فعل شيء. يعني لما نقدر نعمل هذا الإشي يا مس اللي موجود عندنا بدنا نستخدم يا تاني كان. إذا we use it with, إحنا مع إيش بدنا نستخدمها؟ يعني الفاعل تاعها إيش بده يكون؟ عندنا she يعني هي للمؤنث, he اللي هي معناها هو للمذكر, it للجمادات والحيوانات لغير العاقل. طبعا هدول احنا حكيناهم مسبقا بس بنعمل فيهم فلاش باك سريعة. عنا I معناها أنا, they معناها هم, we معناها نحن, you معناها أنت. إذا هدول يمس اللي هم الفاعل تاع كلمة كان, هدول الفاعل تاعون كلمة كان. ناخد example, أمثلة. مثلا نيجي نحكي he can ride a bike, هو يستطيع ركوب الدراجة, هو بيقدر إنه يركب الدراجة, عشان هيك استخدمنا يا تاني كان. The second one بحكي لنا they can play football, هم بيقدروا إنهم يلعبوا فوتبول, عشان هيك استخدمنا كلمة كان. طلع المرة الأولى الفاعل اللي هو كان هي اللي هو الولد, المرة الثانية الفاعل كان they اللي هم الأولاد. طيب وفي حالة السؤال لما يكون عندنا سؤال يا تاني بنعكس بينها وبين الفاعل. تتذكروا لما المرة حكت لكم يا حلوين بالوحدة اللي قبل هاي اللي هي كلمة عملية عكسية؟ تتذكروها يا مثل العملية العكسية بين الـ is والـ والآر والذات والذيس؟ هاي المرة إحنا بدنا نعكس بين كان وبين الفاعل. إذا بشير عنا بالأول كلمة كان, بعديها السبجكت اللي هو واحدة من هدول, يا إما الشي أو الهي أو الإت أو الآي أو الذي أو الوي أو اليو. إذا بنحط كان بالأول, بعدين السبجكت اللي هو واحدة من اللي حكناهم هلأ, بعدين بنكمل باقي الجملة. وما ننسى يا مس, don't forget the question mark, ما ننسى علامة السؤال يا تاني. ناخد example, can she take a photo, هو يمس هي البنت عفوا بتقدر انها تلتقط الفوتو؟ حكينا yes she can, نعم هي بتقدر انها تلتقط الفوتو. طبعا اطلع يمس بالسؤال, هون حطينا question mark علامة سؤال, بالجواب لما حكينا yes she can حطينا full stop يلي هي النقطة. نروح للمثال الثاني, second example, can he sleep, هو قادر انه ينام؟ بنجاوب yes he can يا تاني. هلأ نروح على الكتاب على صفحة 24 page 24. طلع عندك يا مس عندنا كلمة كان اللي هي معناها يستطيع أو يقدر, في عندنا حطينا هون اللي هي والشي, بس أنا حطيت لك باقي السبجكت باقي الفاعل اللي بيكون موجود معانا. بنجاوب عليها لما نكون إحنا قادرين إن نعمل هذا الإشي, بنجاوب yes يا تاني. خلينا ناخد الإكزامبل,
Can he ride a bike? هو قادر إنه يركب الدراجة يا مس؟ Yes, he can. Number two, can he take a photo? هو قادر إنه يلتقط الصور؟ نحكي Yes, he can. هو قادر إنه يلتقط الصور. The last example, آخر مثال عندنا موجود بالكتاب. Can she fly a kite? إيه عفواً. Can she fly a kite? هي قادر إنها تطير الطائرة الورقية تاعتها؟ نحكي Yes, she can. يا تاني. إذن هاي قاعدتنا الحلوة البسيطة الأمورة زيكم اللي هي مثل كان بمعنى يستطيع أو يقدر. Have a nice day and see you tomorrow إن شاء الله يا تاني. Goodbye.